انت حرة يا زهر، بعد كده هتعود على الجلع ده. وماله يا حاج، مين يلاقي الجلع وما يتجلعش؟ تسلم يدك. تسلم يا حاج، تسلم وتعيش. بقول لك ايه يا حاج، عندي كلمتين مهمين عايز اقول لك عليهم. يا تصدقي الوجع اللي في رجلي راح، يدك فيها الشفة. يا حاج، كانك ما سمعتش اللي قلت لك عليه ولا ايه؟ اكيد الكلمتين دول هم اللي مخلينك شاردة من صباحية ربنا. بصراحة كده مظبوط، امبارح وانا نازلة قد الدواء للحاجة. خير حصلية؟ صلاح ولدك عمل ايه؟ صلاح سمعت صوت ورا البيت، بصيت من الشباك لقيت ولدك ماسك سلاح في يده وبيدي للرجالة وبياخد منهم فلوس. الزهر كده بيتاجر في السلاح. هو ده اللي شاغل بالك؟ باه، هو ده اللي قلته لك هين؟ ما تكبريش الموضوع، جايز عامل خدمة لناس حبايبه. عامل خدمة في السلاح؟ جايز فيه ناس محتاجين سلاح ومش عارفين يجيبوه منين، جابوه حسبهم. هو صلاح يعرف السلاح بيجي منين؟ كيف اخواتك وابوك ما بيعرفوا السلاح بيجي منين؟ هو السلاح اللي عندكم بتزرعوه في الجنينة؟ لا، ما بنزرعوش في الجنينة، بس السلاح اللي عندينا بنشتريه مش بنبيعه يا حاج. قلت لك ممكن تكون خدمة، وبعدين تجارة السلاح ما هي شعار. لكن خطر يا حاج، وخايفة عليك وخايفة على ولدك، وكده هروحوا كلنا في رجلين. في دي عندك حق. خلاص يا ستي ما تشيليش هم، انا هتكلم مع صلاح واعرف ايه الحكاية بالظبط. ربنا يجيب العواقب سليمة. ايه الحكاية يا ابوي؟ ده هتلف ودور عليا يا صلاح. أنا مش فاهم حاجة. أنا كمان مش فاهم حاجة وعايزك تفهمني. طب قول لي أفهمك إيه وأنا أقول لك؟ فهمني أنت بتعمل إيه من ورايا. أنت عرفت يا أبوي؟ عرفت إيه؟ عرفت إني بشتغل في السلاح؟ أنا أبوي ما كنتش عارف إنك هتزعل مني قوي كده ما تعرف اني بشتغل في السلاح. مش ده اللي مزعلنش. اللي مزعلني انك فاكر انك ممكن تتسخفلني. مين اللي قال لك يا ابوي؟ مش شغلك انت تسك على الموضوع ده وتنساه من اصله. لكن يا ابوي ما ركنش اسمع اللي بقول لك عليه. يا ابوي انا كنت عايز اقول لك نحن بنحتاج السلاح. ما عدلوش عازة بعد ما تم الصلح بيننا وبين عيلة ابو المعاطي. وحتى لو احتاجنا سلاح احنا بنعرف كيف نشتريه. وايه الفرق ما بين ان احنا نشتريه وان احنا نبيعه؟ فرق كبير يا حمار. ايه الفرق؟ نورني. يا لتبوك ليه هيبة وسط الناس وملهوش في الحرام، والكل يعرف عننا اننا مبسوطين ومش محتاجين. يا ابوي البحر يحب الزيادة. لو زيادة هتجيب مشاكل يبقى احنا في غنى عنها. منظري قدام اهل البلد ها لما الحكومة تطب على بيتي وتفتشوا، ارفع راسي كيف قدام العمدة والمأمور والنائب وكبارات البلد، والكل بيهبوني ويحترموني. ماشي، تحت امرك يا ابوي، طلبتك اوامر.
لا مؤاخذة يا حاج، ما كنتش عارف انك هنا عن اذنكم. استني يا انشراح، انا خلاص قلت الكلمتين اللي جاي اقولهم لصلاح. فهمت هتفض شغلانه كيف؟ فهمت يا ابوي. لما تخلص ابقى طمني عن اذنك. هي اذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكه ولا ايه يا حاج؟ معلش انا مستعجل. السلام عليكم. مع السلامه يا حاج. جرى ايه يا صلاح؟ مالك؟ مفيش. ابوك كان بيكدرك ليه؟ زعلت مرات بابا؟ لم لسانك سيبيني في حالي. الحاج عليا اني بطبطب عليك وطيب خاطرك بعد ما كدرك ابوك وجيت واقف ما عارفش تقول ايه. عموما انا بعمل كده عشان ده واجبي. الست عندينا لازم تقف جنب جوزها والطيب خاطره وتواسيه. ولاد الاصول لازم يعملوا كده. وعموما انا مش هكتم وبس، انا هسكت خالص. مش هسكت وبس، انا هنسى الكلام خالص. مش بس هنسى الكلام، انا ماشيه وسايباك. ويا بنتي جمالك. رايح عشونا ان شاء الله؟ لا، عندي مصلحه مع زبونك ده في الغردقه، هخلصها وارجع على اخر النهار. ليه؟ في حاجه؟ ممكن اروح لازهار اقعد معاها شوي. مش معنى يعني؟ هي قالت له بقى عد علي، عايزاكي في كلمتين. كلمتين ايه اللي عايزاكي فيهم؟ وما قالتهمش ليه وهي هنا؟ يا اخي كلام حريم، عايزه تقوله لي على رواق؟ وبعدين انا زهقانه من قعده. خلاص خلاص روحي، بس ما تعوجيش، ساعه بكتير وتجي على طول. خد يا حبيبتي، خد اشرب. فهميني كده بالمفتشر، يعني ايه جوزك راشد ما بقاش راشد؟ يعني اتغير يا ازهر. اتغير في ايه يا حبيبتي؟ بقيت حاسه انه مش طايقني. عمل لك حاجه؟ ابدا. اه امال ايه عاد؟ لا مزعلني ولا مفرحني. على الاقل في الاول لما كان بيزعلني كان يفضل يدلع فيا ويهنن فيا ويتمنى لي الرضا ارضى. ودلوقتي بيعمل ايه؟ كلامه معايا على الكد كلمه ونص، حاسه ان انا في وادي وهو في وادي. اوه يا صفاء عاد يا حبيبتي، كل الرجاله كده يمكن عنده مشاكل في شغله. اذا كانت المره ما تستحملش الراجل في زعله، مين يستحمله عاد؟ لا يا زهر، انا ست واحس بجوزي لما يتغير. انا حاسه انه متجوز علي. واه هي الكلام الماسخ والقفش اللي بتطلعه من خشمك ده؟ يتجوز عليك ايه؟ ده بيحبك بيموت فيكي. هو مش قبل كده كان؟ اه ما تجيبيش الكلام ده، انسي خلاص مش فيه. بعدين تكبر في دماغه، وبعدين الكلام في اللي فات نقصان عقل. يعني تفتكر انها غلطه وراحت لحالها؟ طبعا يا حبيبتي غلطه وراحت لحالها، وما تفكرهوش بيها عشان الموضوع ده ممكن يعمل بعد بينك وبينه. لا انا قلبي حاسس انه يعرف واحده غيري. اه يا صفاء يا حبيبتي، بيتهيألك ده اخويا ولد ابوي وانا عارفاه زين. دلوقت مفيش حد في قلبه غيرك انت. عامله لك حمام محمر هتاكل صوابعك وراه. خد ذوق دي وقول لي رايك. الله، الريحه فايحه وضربه في نخشيشي. طبعا ده انا طبخه بريمو واكلي لا يعلى عليه. خد بس ذوق دي والنبي. خد يا اخويا. حلو قوي. خد دي بالهنا والشفا. سيبيني عاد عشان اعرف اتكيف بالوكل. اتكيف يا عينيا، هو انا دلوقتي عندي حاجه غير راحتك؟ طب بذمتك مش كده وانت ست بيت احسن، ولا الشقا والمرار الطافح اللي كنت فيه الاول احسن؟ يوه، هو انا عندي حاجه في الدنيا غيرك دلوقتي؟
بلا شغل بلا نيلة. وده كان شغل يا بيت، ده كان مسخرة وقلة قيمة. ما خلاص بقى ما تفكرنيش. بقول لك ايه، ما تبات معايا الليله دي. بقول لك ايه يا اشواك، احنا عندنا نظام زين ماشيين عليه، خلينا ماشيين عليه احسن. يوه، يعني انا مش من حق انك تبات معايا حتى لو ليله؟ من حقك، بس ما تستعجليش يا اشواك، واحده واحده. احنا كنا فين وبقينا فين؟ وانا بقى مش عايزه حاجه من الدنيا، طالما اتجوزتني على سنه الله ورسول، عاوز ايه يعني اكتر من كده؟ بقول لك ايه يا اشواق، اهم حاجه عندي انك ما تكسريش كلامي. اختلاط باي حد ما فيش، خروج برضك بره باب البيت ما فيش، فهماني يا اشواق؟ يا اخويا، وانا ايه اللي هيخرجني؟ ما طالما كريمه بتجيب لي كل طلباتي خلاص هخرج من البيت ليه؟ بس وحياتك يبقى انت خرجني. ما قلتلك ما تستعجليش يا شواق، واحدة واحدة. احنا كنا فين وبقينا فين؟ اقعد يا بنت، اقعد كل اقعد. وجدي وجدي. ايوه يا منور. ازيك يا وجدي؟ ازيك يا منور، عامل ايه؟ عامل الحمد لله. خد. ايه دول؟ لا تحطش، دي حاجات حريمي، دي جايباهم للعروسة. وجبتيهم منين دول؟ جبتهم من جنة، عندي واحدة هناك في جنة بتجيب لي كل حاجة، وصيتها وجبتهم لي. بس على الله عاد زوجي يعجب العروسة. بس انت كده تعبت نفسك يا منى. يا ريت اقدر اتعب لك اكتر من كده مليون مرة يا وجدي، انت والدة حلال. متشكر قوي يا منى، ربنا ما يحرمنيش منك يا رب. انت روح، ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب، افرح بولادي زيه، وربنا يسعدك ويتم لك الجوازة دي بخير يا قادر يا كريم.